شكرا للزملاء في استديو صباح الشارقة. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح جديد وجولة صحفية صباحية جديدة نأخذكم خلالها للوقوف على أبرز ما كتب عن الشارقة في الصحافة لهذا اليوم. ونبدأ من الصفحة الثانية لعدد هذا الصباح من ملحق الاقتصاد من صحيفة الخليج، ونقرأ خبرا بعنوان بدور القاسمي دعم وتمكين شركات صناعة المعرفة استثمار في المستقبل. وفي التفاصيل في الصفحة الثانية نطالع أعلن مركز الشارقة لريادة الأعمال شراع عن تقديمه منحة مالية بقيمة 100,000 دولار إلى شركة المفكرون الصغار عقب فوزها بالمرتبة الأولى في برنامج بوابة الشارقة. كما حصلت شركات بوبو وناراتيفا والمونتورنت على منحة بقيمة 20,000 دولار لكل منهما. وخصص شراع الدورة الأولى من برنامج بوابة الشارقة التي تم إطلاقها احتفاء بنيل الشارقة لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019 للعاملين في قطاع النشر والمحتوى الرقمي، ودعما لتوجهات الإمارة في الاستثمار بصناعة المعرفة واحتضان جهودها المبتكرة والرائدة. ويعتبر برنامج بوابة الشارقة منصة عالمية انطلقت أواخر العام الماضي وتعمل على ربط الشركات الناشئة في القطاع الرقمي بالجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في الشارقة ودولة الإمارات. ويعتبر برنامج بوابة الشارقة منصة عالمية انطلقت أواخر العام الماضي وتعمل على ربط الشركات الناشئة في القطاع الرقمي بالجهات المعنية من القطاعين العام والخاص في الشارقة ودولة الإمارات. وحظي رواد الأعمال المشاركون بفرصة الوصول إلى فريق خبراء شراع وشبكة من المرشدين العالميين، وكذلك دعم إطلاق الأعمال عبر إتاحة الوصول إلى مساحات عمل مشتركة معفاة من الإيجار، والإعفاء كذلك من رسوم الترخيص والوصول إلى كوادر بشرية عالية الكفاءة، فضلاً عن توفير التغطية الإعلامية. وفي الصفحة الثانية من أخبار الدار من صحيفة الخليج نقرأ خبراً بعنوان خطط لمستقبلك الوظيفي مع بادري الإلكترونية، وفيه كيف تستطيع ضمان نجاحك في عالم اقتصاد المعلومات المتقلب هو عنوان الدورة التي توفرها أكاديمية بادري الإلكترونية التابعة لأكاديمية بادري للمعرفة وبناء القدرات، الذراع التعليمية لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ضمن سلسلة من الدورات الإلكترونية المجانية التي تحمل عناوين متنوعة تهم جميع الأفراد داخل دولة الإمارات وخارجها. وتجيب الدورة عن جملة من التساؤلات التي تشغل الباحث عن النجاح في عالم اقتصاد المعلومات المتقلب، وأهمها هل أنت قلق من أن التكنولوجيا ستأخذ وظيفتك؟ وهل أنت غير متأكد من المسار الوظيفي الذي يجب القيام به في هذا العالم المتغير والمتزايد باستمرار؟ وهل أنت مهتم باستكشاف مهنة حرة لكنك غير متأكد من القيام بها بمفردك؟ هذه الدورة التي تقدمها المدربة إليشا أباتي تساعد المهتمين على فهم كيفية تأثير التكنولوجيا في الوظيفة حتى يتمكنوا من التخطيط لمستقبلهم الوظيفي بشكل أفضل، وتطلعهم على الاستراتيجيات التي سيحتاجون إليها في عالم تتزايد فيه المخاوف المجهولة من اقتصاد المعلومات، وبالتالي إرشادهم إلى تصميم حياتهم الوظيفية في عالم سريع التغير. وتتيح الأكاديمية للمهتمين تصفح سلسلة الدورات التي تقدمها في أي وقت ومن أي مكان بسهولة عبر التطبيق الخاص بها أكاديمي بادري على الهاتف الجوال من خلال الأب ستور والأندرويد. وفي الصفحة الثانية من ملحق الاقتصاد من صحيفة الخليج نطالع خبراً آخر بعنوان سيدات الشارقة يطلق زيارات المجلس الإلكترونية للتواصل عن بعد، وفيه كشف مجلس سيدات أعمال الشارقة التابع لمؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة عن مبادرة زيارات المجلس الإلكترونية الرامية إلى نقل حملة زيارات المجلس التي أطلقتها في نوفمبر الماضي إلى المنصات الإلكترونية، وذلك بهدف ضمان التواصل بين سيدات ورائدات الأعمال في جميع أرجاء إمارة الشارقة والدولة. ونختتم أخبارنا في ذات الصفحة الثانية من ملحق الاقتصاد من صحيفة الخليج، ونطالع خبراً آخر بعنوان جهود غرفة الشارقة أوصلت صوت مجتمع الأعمال للمعنيين.
حيث نجحت غرفة التجارة وصناعة الشارقة في تعزيز دورها صوتاً لمجتمع الأعمال وممثلاً للقطاع الخاص من خلال العمل على تذليل كافة التحديات التي تواجههم، وذلك في ضوء المتغيرات والتطورات العالمية المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا المستجد. وكان آخرها تنسيقها المثمر مع المجلس التنفيذي والجهات الحكومية المعنية والتواصل الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص الذين تمثلهم الغرفة، فضلاً عن الدور المهم الذي تقوم به مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة من خلال التواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية لرصد احتياجاتهم ورفعها للمعنيين بهدف الخروج بمبادرات ومحفزات نوعية تساعدهم على النهوض بأعمالهم. تضمنت حزمة من المحفزات التي أقرتها حكومة الشارقة مؤخراً لدعم الجهات الحكومية والخاصة وقطاعات الأعمال والأفراد 7 مبادرات رفعتها غرفة الشارقة وتم اعتمادها. وبقراءتنا لهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا السريعة التي استعرضنا خلالها أبرز عناوين وأخبار الشارقة في الصحافة لهذا اليوم. شكراً على متابعتكم، ومن أجل سلامتكم مشاهدينا الكرام ابقوا في منازلكم. أما الآن عودة إلى الزميل إسماعيل الشيباني في استوديو صباح الشارقة.